الفور 4 مليون إعجاب بمجرد ما نزلت الصورة كما يقول المصريون، ومع ذلك هنأه مستخدم أو اثنين فقط بعيد الميلاد. باقي التعليقات اعترضت على احتفاله بعيد ليس للمسلمين، وأيضا على احتضانه لزوجته. بعض التغريدات، هذه نماذج من التغريدات وظهرت لي. طارق سعد يقول: إيه المشكلة في أن يتصور محمد زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار بعد ظهورهما الأخير أحيو عادة كل سنة. عاشقة محمد صلاح تعجب بقلعة قتابي وتدعو أصدقائها لزيارة الإسكندرية. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. زوجة محمد صلاح تخطف الأنظار بعد ظهورها الأخير أحيو عادة كل سنة. من حين لآخر تخطف زوجة محمد صلاح الأنظار بظهورها معه، والذي جاء مؤخرا أثناء احتفالهم بأجواء كريسماس داخل المنزل مع طفلتيهما مكة وكيانة. إذ ظهر أفراد أسرة النجم الكرة العالمية وهم يرتدون بيجامات الاحتفال بليلة الكريسماس، وسرعان ما لاقت الصورة تفاعلا واسعا من قبل نشطاء السوشيال ميديا. وعادة ما تظهر زوجة محمد صلاح لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزية برفقته في المناسبات المميزة، لكنها ليست لها تواجدا عبر منصة السوشيال ميديا. واعتادت زوجة محمد صلاح على الظهور معه في هذا التوقيت من كل عام أثناء احتفاله بأجواء الكريسماس وارتداء الملابس المنزلية القطنية الخاصة بها، وهو ما لاحظه متابعيه من خلال السنوات القليلة الماضية. عاشقة محمد صلاح تعجب بقلعة قتاباي وتدعو أصدقائه لزيارة الإسكندرية. أعربت المدونة الأمريكية كيري إليزابيث المعروفة بعاشقة محمد صلاح النجم المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الرابعة وزيارة مدينة الإسكندرية للمرة الأولى في حياتها، مؤكدة أنها مدينة تاريخية ذات ثقافة لا تصدق، داعية أصدقائها ومتابعيها لزيارة هذه المدينة الرائعة. ونشرت إليزابيث صورة لها بقميص صلاح أمام قلعة قتاباي عبر حسابها على الإنستغرام، صحبت بتعليق: الإسكندرية هي أكبر مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وثاني أكبر مدينة في مصر، كما أنها رابع أكبر مدينة في العالم العربي. تأسست عام 331 قبل الميلاد بواسطة الإسكندر الأكبر. إنها مدينة تاريخية ذات ثقافة لا تصدق، وهناك الكثير لتراه هنا. كان المكان المفضل لي في الإسكندرية هو قلعة القرن 15 المواجهة للبحر. أول تصريح من ملك نادي ليفربول عن محمد صلاح بعد خسارة السيتي. قال كلوب في تصريحات لسكاي سبورتس: لعبنا بتشكيل لم نلعب به منذ فترة طويلة، وكان علينا تغيير الكثير على جلستنا التدريبية الأخيرة تقريبا، يمكنك أن ترى ذلك، كنا بحاجة إلى وقت للتكيف. وأضاف: في الدقائق 15 الأولى كانت لدينا مشاكل حقيقية، وقد قضى ذلك على ثقتنا وإيماننا قليلا. وتابع: الأهداف التي استقبلناها كانت غير ضرورية على الإطلاق، كانت لدينا فترات جيدة وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف أيضا، إنها نتيجة يجب أن نتعايش معها الآن. وأردف: لقد كانت مباراة عالية الكثافة من كلا الفريقين، وهذا أمر طبيعي، لقد لعبنا مباراة جيدة ولكن لم تكن جيدة بما يكفي للفوز على السيتي الليلة. هذا يقول شيئا ولكن ليس كل شيء، إنه ما هو عليه. وأكد كلوب: هناك الكثير الذي يمكننا البناء عليه ويمكننا المشاركة في المباراة القادمة، وهذا ما سنفعله. ردود أفعال جماهير ليفربول على أداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة: الملك عاد. تفاعلت جماهير ليفربول مع أداء النجم المصري محمد صلاح في مباراة الخميس ضد مانشستر سيتي في كأس الرابطة، وودع ليفربول حامل لقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الخسارة أمام السيتي على ملعب الاتحاد. وكتب أحد المشجعين على تويتر: محمد صلاح ماكينة أهداف. وأضاف ثاني: هو يحب التسجيل ضد مانشستر سيتي. وقال ثالث: الأفضل على مر العصور. وكتب آخر: الملك عاد. وعلق خامس على أداء ثنائي مقدمة ليفربول: محمد صلاح وداروين نونيز لا يفهمان بعضهما البعض ولا يوجد تواصل بين الاثنين. فيرجيل فان دايك: صلاح هو أفضل لاعب في العالم من وجهة نظري. تحدث لاعب ليفربول كوستاس سميكاس عن أداء زميله محمد صلاح مشيرا إلى أنه أحد أفضل الأشخاص الذين قابلهم في كرة القدم. وقالت سميكاس عن ركوبه الجمل مع محمد صلاح خلال تواجد ليفربول في دبي: محمد صلاح هو رجلي هنا،
قادما من مصر. أعتقد أن صلاح فعل ذلك عدة مرات ركوب الجمل، لكن بالنسبة إلي كانت المرة الأولى لي في ركوب الجمل وكان الأمر رائعا. أول تصريح من أليسون عن محمد صلاح ومدى دعمه لهم قبل مباراة مانشستر سيتي. كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات وكواليس مفاوضة نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح مع سفيان مرابط لعب فريق فيورتينا الإيطالي ومنتخب المغرب التعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وقالت صحيفة مرور الإنجليزية اليوم إن نجم منتخب المغرب فضل الانتقال إلى نادي ليفربول عن بقية أندية الدوري الإنجليزي، فيما حدد فريق فيورتينا سعر بيعه للريدز ب 50 مليون يورو. وذكر التقرير أن رغبة إدارة نادي ليفربول بالتعاقد مع لاعب وسط منتخب المغرب جاءت بعد التألق في كأس العالم 2022 رفقة أسود الأطلس ومساهمته في حصدهم المركز الرابع بالمونديال. وكان سفيان مرابط تحدث عن الرحلة التي عاشها مع منتخب أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر، مبرزا أهمية الإنجاز الذي حصده منتخب بلاده بالوصول إلى نصف النهائي المسابقة لأول مرة في تاريخه. شاهد ماذا قال إيرلينغ هالاند عن محمد صلاح قبل مباراة مانشستر سيتي. كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني خلال حواري مع الإعلامي سيف زهر على قناة أونتم سبورت العديد من الأمور المهمة التي تخص الكرة وتطوير اللعب المصري، فضلا عن التطرق إلى خططه المستقبلية في صعود المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026. وجاءت أبرز المحاور التي تحدث عنها فيتوريا كالتالي. أوضح فيتوريا أنه لا ينظر إلى أسماء الأندية في اختياراته وأنه يبحث عن اللعب الجاهز والذي يبحث دائما عن الفوز وتحقيق الانتصارات وتنفيذ التعليمات والالتزام بها خلال تواجده في معسكر المنتخب. وأضاف فيتوريا أن محمد صلاح نجم ليفربول من أفضل لاعبي العالم ووجوده مع المنتخب يمنح الفريق قوة ودفعة كبيرة، والمنتخبات الأخرى تعرف إمكانياته وتراقبه في المباريات بلاعبين أو ثلاثة وهذا أمر جيد، ولكن كرة القدم لعبة جماعية وصلاح لن يتألق بدون مساعدة زملائه، ونفس الأمر لباقي الفريق لن يتألقوا بدون مساعدة صلاح ومساعدة بعضهم البعض. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو سبب احتفال محمد صلاح بالكريسماس؟ لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.